تمتع فقيدنا بعدة خصال. أولاها كان من حفظة القرآن وتاليه، وهم أهل الله وخصته. والثانية حسن الخلق، قال فيها حبيبنا أبا الزهرة صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تمتع فقيدنا بالذهاب دائما إلى المسجد، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والآن حان الميقات الزماني إلى أن نستمع إلى فضيلة القاري الشيخ سعيد شبكة، فليتفضل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
علمه شديد القوى صدق.